السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الحلقة من قصة شعب. 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، وكان اليمن حقيقة ما كان له إلا أن يصيبه شيء من رائحة هذه الحرب العالمية، إذ أن القوى العالمية كانت موجودة حقيقة في الخارطة الجغرافية اليمنية والخارطة السياسية اليمنية. كانت بريطانيا موجودة في عدن وفي جاز التعبير في المناطق المحميات أو سميها المناطق التي فيها سلطنات، ومع ذلك كانت يمتد نفوذها إلى ذلك، إضافة إلى يعني التنسيق ما بين إنجاز التعبير ما بين الإمام وإيطاليا، كان في تنسيق فيما بينهم في يعني صداقات إنجاز التعبير في ذلك، حتى أنه كان الإمام يرسل وفدا عنه يشارك في تنصيب العرش أو بعض الأمور في إيطاليا. كذلك الخارطة كانت مليئة بالإدريسي على وشك النهاية والانتهاء ولجوءه إلى المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وكذلك العثمانيون الذين كانوا في ذلك الوقت قد سلموا مناطق كثيرة جدا بعدما ضربوا فيما بينهم بين البريطانيين. هذا الخارطة السياسية ذلك الوقت والتي بني عليها حقيقة الواقع السياسي الذي نعيشه نحن الآن، حتى نصل إلى 1990 سنحاول أن ننطلق من 1918 نهاية الحرب العالمية الأولى، ماذا تم بعد ذلك بالنسبة للواقع اليمني، خاصة أنه وجد ما يسمى ما بين العثمانيون وما بين البريطانيون ما يسمى الخط الأزرق، خط سميه وهمي لكنه خط سياسي كان موجود. ما الذي حصل بعد ذلك؟ باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور صالح بصرة، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا. 1918 انتهت الحرب العالمية. نعم. الواقع الجغرافي هل كما أصفه أنا بريطانيا السلطنات اللي موجودة سلطنة الكثير والقعيطي وما إلى ذلك، الإدريسي على وشك الانتهاء واستلمت السعودية أو السعودية بمناطق التي كان فيها، ثم بعد ذلك الإمام كان موجود في تلك المناطق، ضعف العثمانيون، أين اتفاقية الطائف ذلك الوقت؟ طبعا لا اتفاقية الطائف طبعا لم تأتي بعد. طبعا بعد الحرب العالمية يعني بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى أو وقعت ما تسمى بالهدنة أولا، والتي هي يعني مؤشر على هزيمة ألمانيا وتركيا والحلفاء، وبالذات كان الحليف الأكبر هو تركيا أو ما كانت تسميه بريطانيا بالرجل المريض. فأجبرت القوات العثمانية على مغادرة كل مناطق سيطرتها في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، من لحج إلى تهامة، من لحج في اليمن إلى تهامة. طبعا غادر علي سعيد باشا إلى عدن، ذهب إلى عدن من لحج وسلم أسلحته وركب السفن التي أعادته إلى اسطنبول وفقا الاتفاقية الاتفاقية هدنة مندورس. والوالي العثماني الموجود في صنعاء سلم السلطة إلى الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، وجرى احتفال في صنعاء بإعلان المملكة اليمنية، ثم سميت ما بعد المملكة اليمنية المتوكلين نسبة إلى صفة الإمام وهي المتوكل أو تسميته أو لقبه بالإمام المتوكل على الله. واستلم الأسلحة البريطانية. طبعا الوالي العثماني في الشمال أو في صنعاء حينها طلب من بريطانيا إذا تريد الأسلحة فعليها أن تدفع ما كان للإمام من دين لدى بريطانيا للعثمانيين، وربما يكون كذب ولكن كان موقف جيد، حتى العقل لا يقبل ذلك أن الإمام موقف جيد أنه مسلف العثمانيين، يعني كأنه نوع من المكافأة للإمام، وأنه أيضا السلطة ما سلموها لا لإيطاليا ولا لبريطانيا ولا وفي بعد كذلك بعد إنجاز التعبير الإسلام، يعني أقصد يعني جانب إسلامي نسلموها للإمام يحيى. وطبعا الإمام احتفظ بعدد ما فيهم محمود نديم ومحمد نديم وراغب بك مجموعة احتفظ بهم يعني. طبعا الإمام استلم السلطة، طبعا الإمام سلطته كانت في المناطق التي يعتنق أهلها المذهب الزيدي موجب اتفاقية دعان. اتهامة تقصد انت انه ما فيش لهم انتم لا فيها؟ اتهامة الادريسي موجود فيها، وبريطانيا احتلت الحديدة من الحديدة وسلمت فيما بعد الحديدة للادريسي. يعني سلطة الامام هي في المناطق يعني قول من ذمار وما فوق، المناطق يعني شمال الشمال، شمال الشمال اللي هي اللي حسب الاتفاقية مع اتفاقية دعان. طب وقعت المناطق هذه بالنسبة للمناطق الوسطى اللي هي الوسطى تعز وإب وحتى البيضة والمناطق هذه
لم تكن تحت سيطرة الإمام يحيى. بدأ الإمام يحيى بتكليف علي بن الوزير قائدا للجيش في المناطق الوسطى والجنوبية طبعا في الشمال، وعبد الله الوزير قائدا للقوات في المناطق الشرقية التهامية. طبعا علي الوزير حدث يعني في لقاءات تمت بين بعض الشخصيات الكبيرة من تعز وإب، من بيت باسلامة، من بيت آل النعمان، من بيت آل الباشا. بدأت لقاءات وكأنها كانت تريد أن تخرج من سيطرة الإمام، وقيل أن كانت هناك مراسلات بينها وبين بريطانيا أو اتصالات، قيل أن هناك طبعا في الوثائق البريطانية، تقول الوثائق البريطانية وجهت نظر عند بعض رجال السياسة البريطانية بأن المنطقة الوسطى أو المناطق الوسطى هذه اللي هي تعز وإب ما حولها أنها يتم مساعدتها على تكوين دولة وتكون حاجزا بين منطقة النفوذ البريطاني في الجنوب ومنطقة الإمام الزيدي. لا يريد المواجهة مباشرة، لا يريد المواجهة، ويبدو أنه شافوا أنه الصراع مع الدولة العثمانية كان معهم صعب. الحرب بين العثمانيين واليمنيين بقيادة الإمام الزيدية كان صعبا، ولكن يبدو أن الإمام تمكن من خلال قوات علي الوزير أن يخضع مناطق الوسطى، كل مناطق الوسطى، ودخل إلى العدين، ودخل أيضا إلى تعز، ووصل إلى قلعة القاهرة وسيطر. إلى جانب الإمام أيضا حاول أن يستميل هؤلاء عبد الوهاب نعمان، بيت الباشا، بيت الباسلامة، بيت عدة بيوت، يستميلهم بتعيينهم في بعض الوظائف، وبالتالي خضعت هذه المناطق للإمام تعز وإب وما جاورها، ما جاورها خضعت للإمام يحيى بن محمد حميد الدين، ويعني بالتالي أصبحت هذه المناطق تحت سيطرته. الجانب البوطة والمناطق التهامي، الحديدة بقيت تحت سيطرة الإنجليز إلى أن تحرك الأمير أحمد ابن الإمام، وبعد الصراع قدر أنه يزيح الإدريسي من الحديدة، بل ويصل إلى تقريبا مناطق أبعد من منطقة حدود الإدريسي، يعني مناطق يعني، وتم بالتالي توقيع ما سمي باتفاقية العرو مع السعودية بأن يتوقف الأمير أحمد عن الزحف وعن القتال. ولهذا يعني البعض يقول أنه يعني الأمير الإدريسي عندما حس طبعا حدث صراع داخل الأسرة الإدريسية، لأنه جاء الصبي صغير الذي جاء للحكم ثم تمكن عمه أن يحكم، أنه هرب الإدريسي إلى آل سعود يعني خوفا من الأمير أحمد والإمام يحيى. فآل سعود بعد مناقشة ويبدو أيضا بإيعاز إنجليزي استقبلوه استمالة له، يعني في 1926 ووقعوا معه اتفاقية مكة التي بموجبها تخضع بلاده للحماية السعودية، يعني استلامها وخلاص. بعد فترة آل سعود حولوا الحماية إلى استحواذ، يعني إلى سيطرة كاملة. ما الذي حدث؟ هرب الإمام الإدريسي إلى عند الإمام يحيى من السعودية، هرب لا من 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 منطقته وأبقوه كأمير ولكن تحت السيطرة السعودية. هرب إلى الإمام يحيى، استقبل الإمام يحيى وأرسل للسعوديين يقول لهم إن الإدريسي الذي وقع معكم الاتفاقية لدي قد أصبح قد عاد إلى بلده. فقالوا له أن هذه الأرض قد أصبحت جزء من أراضي المملكة العربية السعودية، ودخلت في مفاوضات في عهد عبد العزيز. هذا هذا في عهد عبد العزيز، كل هذا في 27 28 29 جرت مفاوضات. أرسلوا وفد، طلب وفد الإمام، ودخل حتى في خلاف مع ابنه أحمد، ودخل في خلاف وجرت مفاوضات في صنعاء، وجرت مفاوضات في أبها وفي الرياض، ولكن كلها فشلت. آخر مفاوضات كانت تقريبا في مارس 1934، وعندما حس الملك عبد العزيز أنه الإمام يحيى يراوغ في موضوع التسليم بنفوذ آل سعود على هذه المناطق، أعلن الحرب وطلب من أولاده وأرسل ابنه سعود وفيصل وما إلى ذلك، وفيصل
وقادوا الحرب ودخلوا الى يعني استمرت المفاوضات من 26 ل 34 يعني من 27 الى اذا بدايه نهايه 33 بدايه 34 نعم. طيب قبل ما ندخل في الميدي دخلوا الى اللحيه قبل ما ندخل في الحرب في اللحيه وميدي ومن ذلك لا اترك هذا يعني هذا جانب جانب اخر الاتجاه نحو الجنوب الامام يحيى وصل للضالع يعني سيطرت قواته على الضالع وعين طبعا الضالع يعني والضالع هي بلاد الأميري والضالع تتبعها ردفان وأيضا الحوشبي بلاد المسامير مسامير. سيطر عليها و كان آخر عامل للإمام على هذه المناطق محمد أحمد والد محمد أحمد الشامي والده يعني حتى محمد الشامي أو أحمد الشامي عفوا اللي هو صاحب رياح التغيير في اليمن الشاعر الذي مات من فترة قصيرة والذي كان وزيرا لخارجية الإمام البدر ومعلم البدر هو أيضا يعني قام يعني كان والده عاملا على الضالع وهو ولد في الضالع هو ولد في الضالع بريطانيا بدأت ترسل يعني مندوبيها إلى الإمام يحيى للتفاوض حول موضوع الاعتراف بالحدود التي وقعت مع الأتراك مع الأتراك مع الأتراك راح وفد مر عبر الحديدة اعتقل الوفد ثم أرسل وفد آخر وأيضا بالمقابل أيضا بريطانيا قامت طائراتها بضرب بعض المناطق الضالع قعطبة كرش التي كانت تحت الإمام اللي كانت تحت الإمام واللي أيضا تعتبرها جنوبية وأرسلت من خلال الطائرات وزعت منشورات على السكان. على السكان تقول لهم إذا أصابكم شيء فإن سببه الزيوت فعليكم أن تحذروا من الزيوت وتمنعوا الزيوت من الدخول إلى مناطقكم. لماذا كلمة زيود؟ لأنها تريد أن تحول الصراع إلى صراع مذهبي. مذهبي. يعني وكأن القضية قضية مذهبية. هؤلاء السنة وهؤلاء الزيود. وطبعاً الإمام عندما بدأ الضغط السعودي عليه وبدأ إنه الحرب قائمة. يعني من من من, من الشمال من السعودية. من الشمال. ومن الجنوب بريطانيا. وما زال. والزرانيق في تهامة. والمناطق ما زالت طرية يعني. ومنطقة تعز ويعني. ما زالت رطبة. ما زالت يعني لأنه قامت فيها. وعنده مشاكل. يسموها حركة المحابشة. في المنطقة الوسطى. جبهة المحابشة نعم في المنطقة الوسطى. وعنده مشاكل كذلك في المناطق البيضاء وهذه المناطق. في البيضاء عنده مشاكل. يعني خليني اخلي الامام في هذه المشاكل عشان نخرج الى فاصل لا وصل الامام انه يوقع الاتفاق مع الانجليز مكره في فبراير 1934 قبيل نشوب الحرب وبموجبها سيب الضالع وقعطبه والمناطق هذه لا قعطبه ظلت يعني منطقه حدود سيب هذه المناطق كلها لبريطانيين ولبريطانيا ولكنه يبدو انه اتفقوا على انه تبقى البيضه له يعني البيضة جزء منها جزء بقي جنوبي مكيراس والمناطق هذه بقيت جنوبية والباقي المناطق بقيت تحت سيطرة الإمام برغم أنه كان فيها يعني حركة تمرد ضده لا شك وكانت يعني فيها شيء من السلطنات فيها السلطنات موجودة السلطنات موجودة هناك واقع لك لا شك أنه واقع مزدحم واقع وشائك مزدحم. والإمام كان ذلك الوقت يعني كان العثمانيين تركوه وأصبح في الواجهة لا مش يعني الإمام يعني يحمد الله أنه العثمانيين تركوا له الأسلحة الحمد لله لكن بريطانيا يعني أرسلت لآل سعود حوالي 2 مليون رصاصة واحتجزت على الإمام في ميناء عدن يعني آلاف البنادق مع رصاصها مرسلة من إيطاليا كيف يعني يستقبلها من عدن وهو عارف أن عدن تحت الإيطالية لأنه ما عندهش يعني الحديدة مع عدن ما كانش بيده عادها ما زالت كانت عنده لها ما كانش كانت تحت سيطرة الأدارسة طيب يرسلها إلى يعني بر صعب ولا يعني ولا تهريب السفن كان من زمان يعني لا تهريب السفن تهريب السلاح مو من زمان طيب أعزائي المشاهدين أهرب أنا وأنتم بلا فاصل